نظرا لاهميه اللقاء ان شاء الله المرتقب بعشيه اليوم، تلقينا توجيهات من طرف السيد ولي ولايه الجزائر باش ان شاء الله نكون عندنا عده اماكن لبث المقابله حتى نتيح الفرصه لكل الشعب الجزائري يعيش هذه اللحظه ويعيشها كما تشاكر. دونك خيرنا عندنا ملعب 5 جويلية اللي راح تكون فيه شاشه عملاقه، لاكوبول القاعه البيضاويه اللي راح تكون ان شاء الله خاصه للعائلات. ولايه الجزائر عندنا 18 نقطه اللي راح يكون فيها البث المباشر للمقابله. كما الشاشات العملاقه عندنا الاماكن اللي راح نديروا فيها، عندنا في كل عندنا 5 جويلية ملعب 5 جويلية راح تكون فيه شاشه عملاقه ل 60 متر مربع، عندنا لاكوبول فيها 50 متر مربع، عندنا كيطاني اون بلانر كيف دونك عندها فيها 24 متر مربع، عندنا سيدي محمد في الملعب تاع سيدي محمد، وهادو هما والباقي عندنا لي داتاشو في كل اماكن العموميه للساحات العموميه لولايه الجزائر عبر الدوائر تاعها. دوك 14 دائره فيها كاع دايرين دي بوان. بالمناسبه احنا رانا دايرين تربص لاعوان الملاعب اللي راح ان شاء الله راح هما اللي اطروا العاب البحر الابيض المتوسط وهران. دونك كنا مع الوالي في التشاور راح نجي ان شاء الله نجيبهم، هي عبارة عن أول تجربة لهم مع الجمهور مباشرة، راح يكونوا هنا حاضرين معنا في الملعب. كاين 230 عون ملعب اللي راهم في المعاهد عيل بنيان ومعهد لياستياس. دعوة عامة إلى كل الشعب الجزائري، إن شاء الله تكون الفرحة باش ننتصروا.